السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرنامج ده روعة بكل معنى الكلمة. البرنامج دوت بيخليك تسطب برامج الذكاء الاصطناعي عندك على الجهاز، يعني ممكن تيجي تحاول تسطب حاجة منهم بالطريقة التقليدية فتوه وتلاقي برمجة وتزهق في النص والحاجات دي كلها. لا، ده بيخليك تسطب على طول بضغطة زر. تمام، هو بيعمل لك فيرشوال كمبيوتر. انا معرفش هما ليه مختارين بنوكيو بالشكل دوت، ما يعني ما بحبش انا الشخصيه ديت، بس هم مختارينها. بينوكيو ليتس يو فول ان كنترول، ده احنا ما لناش علاقه بيه. تمام، دي بقى زمان بقى جيت كلون وتقول له في اي بي انستول والقصص دي كان متعقدنا من التسطيب. لا، ده عباره ان انت بسيطه بالبرنامج وضغط الزر تقول له انا عايز التطبيق مثلا شات جي بي تي عند الجهاز بتاعي، عايز ستيبل ديفيجن عند الجهاز بتاعي، اي حاجه انت تختارها هيبدا ان هو يسطب. فاصبح الموضوع اسهل بكتير، ضغط الزر. يعني هو زي ما تقول لي حول لك من ان انت بتقعد تخش في اكواد وتنسخ والحاجات دي كلها، لا انستول وخلاص على كده ران، خلاص خلصت. فالموضوع بيبقى سهل جدا وبسيط، نادرا لما بتحتاج ان انت تعمل اي تعديل. خلاص ان شاء الله نبدأ نسطبه كده مع بعض في فيديو تاني، نبدأ ان احنا نسطب اقوى حاجات في الذكاء الصناعي، لان خلي بالك كل واحد فيهم بتاخد مساحة كذا جيجا، فالموضوع متعب شوية. انت مجرد تختار داونلود وتقول له انستول ران، بس كده، ما فيهوش التعقيد اللي كانت موجودة زمان. طيب تعال نشوف ايه الحاجات اللي احنا من حقنا هنسطبها. هتلاقي عندك حاجات خاصة مثلا بستيبل ديفيجن وبي يو اي، دي انا كنت بسطبه، حاجة خرافية، حاجة تنافس ميد جورني. وعندك على الجهاز هيديك مزايا اكتر من اي موقع، لكن هتستنى وقت، لان طبعا امكانيات الجهاز بتاعي مش زي السيرفرات القوية. اللهم لا حسد. الانستيتيوشن ديفيجن هتلاقي عندك حاجة خاصة بالاوديو. تمام، خلينا نشوف جي بي تي، مش في الصفحة الرئيسية لكن جي بي تي. طيب اكسبلور داونلود، فدي اغلب الحاجات الخاصه بالذكاء الصناعي جايبها لك، تقدر ان انت بضغط الزر يبقى عندك على الجهاز بتاعك او السيرفر بتاعك. ممكن تعمل موقع كامل معتمد ان التولز دي موجوده، بس يكون عندك جهاز قوي وشغال 24 ساعة، ما بتعملوش ريستارت ولا حاجة، سيرفر قوي، وتلاقي عندك الذكاء الاصطناعي كله بقى موجود على الجهاز بتاعك. وفي ليرن، وفي ان انت تشوف الكود اصلا اللي اتعمل بيه بنوكيو، بحيث لو انت عايز تعمل واحد زيه او تطوره، دي ميزة الاوبن سورس. تمام، كل واحد من دول عايز تعرف بيعمل ايه هتضغط عليه، هيبدأ ان هو يشرحهولك. وان كليك انستول ويز بنوكيو، مش شرط عليك ان انت بس تكون عندك بنوكيو، لان بنوكيو يعتبر الحاجة الاساسية لموضوع التسطيب.